السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا موقع اليوم عدلي العمل، وهو عبارة عن المنجم الروسي الذي سبق أن ضاعفنا أرباحنا فيه، وهو عبارة عن موقع روسي للاستثمار، يعطيك 200% خلال 72 ساعة، يعني خلال يومين، كل يوم تقريبا 50%، ولا 200 يومين 200% إلى 760% من 100 روبل إلى 1000 إلى مليون روبل. لمن أراد الاستثمار أن يستثمر في الباقة 100 روبل، أو سأشرح لكم كيفية استثمار الباقة، لا تستثمر 200 روبل لأنه سيقفل عليك الطريق. أنا سأشرح الموقع بغرض البونتي وبغرض من أراد الإيداع. هو عبارة عن موقع لمضاعفة الروبل، خطة يومية أو خطة خلال 72 ساعة فقط، يستعيد لك المبلغ الخاص بك. طيب، للتسجيل تقوم بالضغط على هنا، تسجيل تحقق. هنا ضع اسم المستخدم، وهنا الايميل، وهنا الباسبورت، ثم اعيد الباسبورت، اسم المستخدم، كلمة المرور، عفوا الايميل، الباسبورت، ثم التسجيل. سأترك لكم الرابط اسفل الفيديو. بعدها ستقوم بالدخول الى الموقع بهذا الشكل، تضغط هنا اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم الدخول الى الموقع بهذا الشكل. هذه واجهة الموقع من الداخل. طيب، هنا البروفايل الخاص بك، وهنا سحب الأموال، وهنا الودائع، وهنا عمل الاستثمار، وهنا الإحالات، وهنا الإعدادات، وهنا العلاوة. طيب، هذا الملف الشخصي. وهنا فوق حتى اللي هو عبارة عن الإيداع لاختيار الخطة، لكن قبل هذا تقوم بالدخول على الإعدادات لإضافة حسابك الشخصي. طيب، هنا إما تضيف الباير، أو تضيف البرفكت موني، أو تضيف اليور كيوي، الكيوي، أو الياندكس، أو البيتكوين، أو الكارت. بعد تحديدهم تقوم بعملية الحفظ. هذه كل المحافظ التي تقبل السحب بها. أنا سأقوم بهنا إضافة الباير. بعد إضافة الحساب الخاص بك تقوم هنا بالإيداع اللي هي توب أب بهذا الشكل إذا أردت الإيداع. ولكن ركزوا يا شباب، هنا يقول لك 200% خلال ساعات إيداع 100 روبل، وهنا 400 روبل، وهنا 1000 روبل. لا تودع 100 روبل، ركز على الملاحظة المهمة. إذا ودعت 100 روبل ربما يتعلق عليك الموقع وينصب عليك. فالتوضيح المهم هنا، اخترت 100 روبل تودع 100 روبل، اخترت 400 روبل تودع 400 روبل، اخترت 1000 روبل تودع 1000 روبل. تمام. أما تودع 200 سوف يتوقف عليك الموقع وسيكون نصاب. طبعا طبيعة الموقع هو نصاب، سيتوقف في أي لحظة، لكن أنا سأستغله وسأقوم بتجربته كوني قد جربته من السابق. هنا 100 روبل ستعاد لك تقريبا 100 روبل خلال 72 ساعة. ثم تقوم بالاختيار من هنا توب أب. هذه ملاحظة مهمة، ويفضل إذا كان لديك، أنا سأستخدم البونتي. هنا حتى طريقة البونتي، أن تشرح الموقع باليوتيوب وطريقة الإيداع والسحب. ثم سينتقل بك إلى هنا إلى الباير. هنا يقول لك يجب أن تكون عملية التحويل بالروبل الروسي. انتقل إلى محفظة على موقع الباير، حدد قسما فيها رقم حساب، ادخل الرقم، يتم التحويل على هذا الرقم، ادخل مبلغ التزويد في الحقل، اضغط على الزر ترجمة، انسخ رقم التحويل والصقه هنا على سبيل المثال. اوكي شباب، يعني تروح للباير وتقوم بالتحويل لهذا المبلغ، ثم تنسخ رقم العملية وتضعها هنا. تقوم بنسخ هذا بهذا الشكل، سأريكم طريقة.
نسخ ثم تنتقل للباير، تقوم بهنا إرسال العملية ترانزير، ثم تقوم بإدخال هنا رقم الحساب، ثم تقوم بالتسجيل هنا روبل، وهنا تقوم بتسجيل 100 روبل بهذا الشكل، ثم تقوم بسند إرسال. بعد الإرسال هذه هي العملية المطلوبة منك، هذا هو رقم العملية، تقوم بنسخه ولصقه هنا. بهذا الشكل. ثم إرسال. إذا تم الإيداع بنجاح، تنتقل إلى هنا بعد التوب، تقوم بالديبوزيت، وهو للتأكد من وصول العملية. إذا هذه هي العملية الخاصة بك، الديبوزيت، تقوم ب هنا 100 روبل. عفوا يا شباب، هذا هو الإيداع الخاص بك، وهنا سيكون الخطة الخاصة بك اللي هي 100 روبل، تاريخ المساهمة، الكمية، تاريخ الانتهاء هو عبارة عن 29، وهنا التنشيط. إذا أردت إعادة الاستثمار بإمكانك إدخال تختار الخطة من هنا وتقوم بإعادة الاستثمار الخاص بالمبلغ الخاص بك. هذا بالنسبة للإيداع بهذا الشكل. ثم تقوم ب إذا أردت سحب الأموال، تقوم بسحب الأموال من هنا، وهنا ويدرول، وهنا تحذير، لازم أن يكون الإيميل، تتأكد من الإيميل وتتأكد من المبلغ الخاص بك. تعتمد المدفوعات من خلال 5 دقائق إلى 24 ساعة، باقي الأنظمة فوري. قبل إجراء الدفع حدد المحفظة في الإعدادات، وهنا تختار المحفظة الخاصة بك، ثم تدخل المبلغ، ثم تقوم بعملية الانسحاب. هذا بالنسبة لعملية السحب. بالنسبة للإيداع، الإيداع شرحناه، بقي حاجة واحدة فقط، وهي إذا أردت عمل فيديو بهذا الشكل ستربح تقريبا ما بين 25 روبل على كل فيديو أو 20 روبل. تقوم بعمل فيديو في قناتك الخاصة، ثم تنسخ رابط الفيديو إلى هنا بهذا الشكل، ثم تقوم بعملية الإرسال. الفيديو الخاص بك، هنا الشروط الخاصة، وهنا ما بين 60 إلى 15 ألف روبل، ولكن قلت لكم أن الموقع يكذب، وهو عبارة عن 20 روبل تقريبا أو 30 روبل التي سيعطيك لها الموقع على كل فيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لمن لا يريد الاستثمار، أنا شرحته فقط بس للذين طلبوا كيفية الاستثمار، كيفية الإيداع، وكيفية عمل البونتي. بإمكانك عمل البونتي، شرح الفيديو، شرح شرح الفيديو ونشره على اليوتيوب، ثم تسجيله هنا، وستحصل على الأرباح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا من السحب القادم إن شاء الله، سأضيفه في الفيديو إن شاء الله اليوم أو غدا بالكثير.